واصل الفيحاء تميزه ولم تعيق مسيرته أي شوائب أو مشاكل، غادرت إدارة وأتت أخرى، والفهود لا زال طموحهم في ازدياد. أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم قبل الماضي ووصفاء كأس السوبر العام الفائت قاموا بتزكية الدكتور توفيق المديهيم رئيسا للنادي خلفا للرئيس السابق عبد الله أباني. ورغم قصر الفترة ما بين تزكية المديهيم وبداية الموسم، إلا أن الرئيس الجديد بذل جهدا جبارا من أجل أن يكون فريق الفيحاء كما يتمنى ويطمح محبيه. حصل الفريق على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل اللاعبين المحترفين سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي، فتعاقدت إدارة النادي مع النيجيري هنري أونيكورو والبوسني جوكو سيمورت والزامبي ساكالا والمغربي عبد الحميد صابيري، بالإضافة للحصول على خدمات العاجية جيسلان كونن بنظام الإعارة قادما من النصر. أما على المستوى المحلي، فوقعت إدارة النادي عقودا مع الحارسين عبد الرؤوف الدقيل وأحمد الكسار واللاعبين نواف الحارثي وعبد الرحمن العنزي ويوسف حقوي وركان كعبي، بالإضافة لتصعيد عدد من اللاعبين من الفئات السنية. وقد تم التوقيع مع 10 شركات كرعاة للنادي، وكانت انطلاقة الفريق في بطولة الدوري أكثر من رائعة بعد أن افتتح المشوار بالانتصار على الخليج بثلاثة أهداف لهدف في المجمعة، ثم حقق الفهود تعادلا إيجابيا بهدف لمثله أمام الهلال في الرياض ليلحقوه بتعادل ثاني ولكنه سلبي النتيجة، وكان مع الحزم في الرس، وخسر الفهود بهدفين لهدف أمام أبها في أبها، ثم حققوا التعادل الثالث وهذه المرة أمام الرائد في المجمعة، مما جعل الفريق يحصد 6 نقاط جعلته يأتي في المرتبة الثامنة في سلم ترتيب البطولة. وسيشارك الفهود هذا الموسم في 3 بطولات هي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكذلك دوري أبطال آسيا من خلال المجموعة الأولى.